أدرك تماما أن فترة الانتقال ستكون صعبة ومضطربة، وإنها ليست عملية خطية منتظمة، بل هي طريق شائك ومتعرج فيه صعود وهبوط، ولكنه يمضي دائما للأمام. ما دفعني لقبول هذا التكليف هو إحساسي بالمسؤولية الوطنية تجاه هذا الوطن وشعبه، والمساهمة في إنجاز مهام الانتقال والتغيير. وأول هذه المهام تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في كل ربوع بلادنا، وطي صفحة الحروب الأهلية والاقتتال بين السودانيين إلى الأبد. لن يستقيم مسار الانتقال ولن تتحقق أهدافه دون الوصول إلى سلام شامل وعادل ودائم في السودان. لقد شارفنا على الانتهاء من التوصل لاتفاق سلام مع فصائل الجبهة الثورية، وهو ما نعتبره المرحلة الأولى من عملية السلام، والتي ستتلوها مرحلة ثانية لبدء التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة القائد عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور. وبالرغم من أن هذا الطريق يبدو طويلا وصعبا ومرهقا، إلا أنه الطريق الوحيد الذي ينبغي أن نسلكه من أجل غد أفضل. إن أي ثمن ندفعه أو وقت نستغرقه من أجل إنجاز واجبات السلام هو أقل كلفة وبما لا يقاس من عواقب عدم تحقيقه. لا يمكننا تحقيق أي تنمية متوازنة أو ديمقراطية مستدامة في السودان من دون تحقيق السلام العادل والشامل. ويجب أن نتذكر إن أحد أكبر عثرات الانتقال في ثورتي أكتوبر وأبريل، والتي ساهمت في عدم إكمال مهامهما، كانت عدم التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب الأهلية في السودان خلال الفترة الانتقالية. يجب أن نتعلم من دروس الماضي. الوصول إلى السلام هو ركيزتنا لتحقيق مهام الثورة. أحد أكبر الآثار التي نتجت عن الحروب الأهلية في السودان هي مأساة اللاجئين والنازحين، كما تشكل مهام صناعة السلام الاجتماعي وتجاوز العنف القبلي الذي انتشر وتفاقم في الفترة الماضية في عدد من ولايات السودان تحديا آخرا يواجهنا، ونحتاج إلى أن نعمل على حله بشكل جذري بمخاطبة جذور هذه الأزمات على المستويات المحلية الاجتماعية والقاعدية بالصدق والشفافية، والعمل على حلها بشكل تشاركي يساهم فيه الجميع. هذا الوطن يسعنا جميعا، ويجب أن نستعيد روح التعايش المشترك والتسامح الذي استلهمته الثورة. إن الدم السوداني غالي وثمين، ولن نسمح باستمرار نزيفه. وفي مجال الاقتصاد، في النظر الاقتصادي لا زال يلقي بثقله على كاهل المواطنين بشكل متزايد، وهو أمر أعلمه وأتابعه بدقة. هو نتيجة للتشوهات الاقتصادية التي تركها لنا النظام البائد، وأيضا نتيجة للإصلاحات العميقة التي شرعنا في تطبيقها. هذه الإصلاحات تهدف لمعالجة الخلل الهيكلي في الاقتصاد السوداني الذي سمح بنمو المضاربات الطفيلية في أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية، وبالتالي زيادة عبء المعيشة. هذه الإصلاحات مؤلمة وشاقة، ولكنها ضرورية على المدى الطويل. وللتخفيف من آثارها فقد شرعنا في تنفيذ البرامج الاجتماعي لدعم الأسر، لتقديم الدعم المالي المباشر للأسر الأكثر فقرا بغرض تخفيف آثار هذه الإصلاحات الاقتصادية عليهم. وهذا البرنامج يهدف أيضا لدعم الإنتاج عبر تقديم الدعم المباشر للفئات الزراعية والعمالية المنتجة في الأرياف والمدن. هناك أيضا قضية ذات أولوية تحظى باهتمام متزايد، وتشوش عليها كثير من المعلومات الخاطئة، بالإضافة إلى وجود تساؤلات جادة بخصوصها في المجال العام، وهي قضية استعادة الشركات الاقتصادية التابعة للقطاعين الأمني والعسكري. هذه القضية هي محط اهتمام الحكومة، وقد بدأت فيها خطوات عملية لمعالجتها حسب الاتفاق بين كل هياكل السلطة الانتقالية على مبدأ الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام. أيضا تعمل الحكومة على دعم إنشاء مشاريع التعاونيات وتنفيذ برنامج سلعتي، وهي مشاريع تهدف إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين، بحيث تشتريها الحكومة من المنتجين وتبيعها بشكل مباشر للمواطنين، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض أسعارها بشكل كبير
يتراوح بين 20% إلى 40% بحسب كل الرسوم والأرباح التي كانت تذهب إلى جيوب الوسطاء والسماسرة. وفيما يخص إصلاح نظام الدعم، كانت الحكومة تدعم 8 سلع، وهي ملتزمة باستمرار تقديم الدعم في 6 سلع أساسية. سيستمر الدعم المدخلات الزراعية، الكهرباء والغاز والفيرنس والقمح والدواء على وجه الخصوص، بينما ستتم معالجة نظام الدعم للجازولين والبنزين بشكل تدريجي. كما جاءت الزيادة الأخيرة في مرتبات العاملين في الخدمة المدنية والقطاع العام كحق أصيل واعتراف بدور العاملين في الدولة ولمنحهم التقدير اللازم لأدائهم في الخدمة العامة. وأيضا قامت الحكومة بتوفير 30 مليون دولار شهريا لاستيراد الدواء، وذلك بغرض الحفاظ على أسعار الدواء ولجم الإنفلات في أسعاره، بالإضافة إلى توفير احتياجات الإمدادات الطبية وخطة توسعة التأمين الصحي ليشمل فئات جديدة في المجتمع خاصة في القطاع غير المنظم. وكل ذلك يصاحبه تقوية آليات الرقابة والمتابعة من قبل السلطات الصحية. قررت الحكومة زيادة المبالغ المرصودة للخدمات الاجتماعية، ولأول مرة مضاعفت ميزانية الصحة والتعليم، وذلك لضمان تقديم هذه الخدمات بشكل مرضي ومناسب لأبناء وبنات شعبنا، وباعتبارها حق لهم وواجب أساسي للدولة. إن التحديات التي فرضتها ظروف انتشار وباء الكورونا، بالإضافة إلى الترهل وتغلغل الدولة العميقة في أجهزة الخدمة المدنية، قد منعت ترجمة ذلك بشكل محسوس، ولكنها تبقى زيادة مقدرة وستستمر الدولة في الالتزام بها. خلال العام المنصرم بدأت حكومة الثورة في عملية الإصلاح القانوني وتعديل وإلغاء القوانين المغيدة للحريات والمزلة للمواطنين والمواطنات. قمنا بإلغاء قانون النظام العام والذي كان يستغله النظام البائد لإذلال المواطنين وخاصة النساء، وكذلك قمنا بتعديل عدد كبير من القوانين المغيدة للحريات كقانون الأمن الوطني والقانون الجنائي، وسنواصل مراجعة مجمل الإطار القانوني السوداني لضمان وجود قوانين تحمي وتحترم حقوق الإنسان وكرامته، وهو ما سيساعدنا فيه التعجيل بتكوين المجلس التشريعي باعتباره المنصة المختصة لمناقشة وإجازة هذه التعديلات. إننا نعمل على أن يضمن النظام القانوني في السودان حماية الحريات والحقوق الأساسية والعيش الكريم لكل مواطن سوداني، عبر ضمان حرية الرأي والتعبير وحرية العبادة والتحرر من القمع والتحرر من العوز والفقر والحاجة. تمضي المحاكمات لقادة النظام البائد بشكل متواتر، حيث تعمل حاليا أكثر من 35 لجنة تحقيق في قضايا مختلفة. وتمت محاكمة وإدانة رئيس المقلوع على جريمة فساد أولى، ولا زال يواجه محاكمات في جرائم أخرى على رأسها جريمة الانقلاب على النظام الديمقراطي في العام 1989 مع قادة النظام السابق الآخرين. وفي هذا الجانب لا بد من الإشارة إلى ضرورة الإسراع في هذه المحاكمات، وبالرغم من ظروف انتشار الكورونا أخرت بعض إجراءات المحاكم، إلا أنني أحس الجهاز القضائي على الإسراع في الإجراءات الخاصة بهذه المحاكمات وتلك المتعلقة بقضايا الفساد. وكما أعلنا سابقا فإنني أعيد التأكيد على قرار الحكومة بأنها على أتم الاستعداد للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تسهيل وصول المتهمين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لتحقيق العدالة بشكل كامل ضد أولئك الذين ارتكبوا جرائم الحرب والإبادة ضد أبناء شعبنا. وأيضا في هذا الجانب فإنني أشير إلى جهود لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام، والتي ننتظر منها إكمال أعمالها لتقديم المتورطين في جرائم القتل والانتهاكات ضد الثوار لمحاكم عادلة تضمن القصاص العادل لشهدائنا الأبرار والناجين. وأيضا لا بد أن أشيد بجهود لجنة تفكيك التمكين والقانون المنظم لأعمالها، والذي جاء لتفكيك دولة الفساد التي تغلغلت في مفاصل الأجهزة الحكومية على مدى 30 سنة وعاشت ونمت
على مصد ما شعبنا وثرواته. ومع هذه الإشادة لابد أيضا أن أحثهم على مراعاة أقصى درجات الحرص على أن لا يظلم أحد، وعلى المضي بشكل أعمق في محاربة الفساد واستعادة الأموال والثروات المنهوبة. مؤخرا توافقت هياكل السلطة الانتقالية على تبعية الشرطة للجهاز التنفيذي باعتبارها قوات نظامية ذات طابع مدني، وقمت بتعيين مدير جديد لجهاز الشرطة، وتوافقنا على البدء في عملية إصلاح الشرطة لتحويلها لمؤسسة لحماية المواطنين وحقوقهم. هذه العملية كما أسلفت هي رحلة تغيير لتخريب تم على مدار 3 عقود وتحدث تدريجيا، وينبغي أن نصبر عليها، ولكن ذلك لا يعني التغاضي عن أي تجاوزات تحدث. جهاز الشرطة وأفراده هم مكون مهم من أجهزة الدولة، نحتاجه ليكون في خدمة الشعب ولحماية المجتمع وتنفيذ القانون، وعملية الإصلاح الهيكلي فيه لا تختلف في طبيعتها ولا الغرض منها عن أي إصلاحات أخرى في أجهزة الدولة، ولا ينبغي بأي حال استخدامها لخلق حالة عداء أو لتصفية حسابات سياسية أو أيديولوجية أخرى غير متعلقة بخدمة المواطنين. قامت الحكومة وعبر لجنة إعادة المفصولين بالشروع في معالجة مظالم الفصل للصالح العام الذي كان أحد ظلامات العهد البائد وتشوهاته. تمت معالجة ملفات أكثر من 12,000 من مفصولي الصالح العام، إما بالإعادة للخدمة وتحسين المعاشات بالشكل العادل الذي ينبغي لها، ولا يزال العمل متواصل لإكمال دراسة ومعالجة 40,000 ملف مقدم للجنة. وإنني شخصيا أعتبر أن هذا الأمر هو إعادة اعتبار وحق لموظفي الخدمة المدنية السودانية. في سياق مهم آخر، فقد عملت منذ اليوم الأول لتسلمي هذه المسؤولية لاستعادة موقع السودان في الأسرة الدولية والتي أفسدها الطيش الأيديولوجي للنظام البائد، فخاض ببلادنا في وحل دعم الإرهاب والتورط في إثارة القلاقل في الإقليم والعالم، وهو ما أدى إلى فرض عزلة دولية وعقوبات متعددة على السودان أضرت باقتصادنا وبسمعة بلدنا وشعبنا. وقد خاطبنا في بداية الفترة الانتقالية الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد انقطاع طويل لقيادة الدولة السودانية عن حضور مثل هذه المحافل، وجاء مؤتمر شركاء السودان والذي استضافته العاصمة الألمانية برلين بالشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومؤتمرات أصدقاء السودان، وآخرها الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض كعلامة فارغة للانفتاح الذي تحقق للسودان حتى الآن. أما بخصوص قائمة الدول الراعية للإرهاب، من المهم تأكيد أن الشعب السوداني لم يكن يوما داعما للإرهاب ولا الفوضى. الإرهاب دعمه نظام المؤتمر الوطني المخلوع بسياساته الرعناء، وسرق اسم شعبنا كما سرق الحكم بانقلاب 30 يونيو ليشوهه كما شوه السودان. أبشر الشعب السوداني بأننا قطعنا خطوات كبيرة في إزالة اسم السودان من هذه القائمة، مما سيسمح بخلق البيئة الملائمة لإصلاح الاقتصاد والاستفادة من إمكانات البلاد والاستثمار فيها دون قيود، والحصول على الإعفاء من الديون التي تجاوزت 60 مليار دولار خلال عهد النظام البائد. في مجال التعليم والذي يعتبره استثمارا رئيسيا في المستقبل، نجحت الحكومة في عقد مؤتمرات أصحاب المصلحة في التعليم في الولايات في مطلع هذا العام، وتكلل ذلك بمؤتمر ثورة ديسمبر للتعليم الذي انعقد الأسبوع الماضي، والذي يشكل ضربة البداية الحقيقية لرسم مستقبل جديد للسودان بالشروع في وضع السياسات والخطط العلمية والعملية التي تجعل من مدارسنا ومعاهدنا منارات للفكر ومشاعل للتنوير وغناديل تنير الطريق نحو المستقبل. شهدنا في بداية هذا العام نجاحا غير مسبوق للموسم الزراعي الشتوي، وكانت أبرز علاماته نجاح المزارعين السودانيين في ملحمة وطنية بطولية في إنتاج 1,100,000 طن من القمح، كما بدأنا عمليات الموسم الزراعي الصيفي بتعبئة مواردنا لضمان نجاحه، متخطين تحديات الكورونا وندرة الوقود والمدخلات الزراعية المحدودة.
وقيود التمويل، كل ذلك بتصميم وإرادة شعبنا وبالتشاور مع قوى إعلان الحرية والتغيير. قمت مؤخرا بتعيين الولاة المدنيين، وهي خطوة مهمة في طريق إكمال هياكل السلطة المدنية الانتقالية، وأيضا في نقل التغيير الذي صنعته الثورة إلى الولايات، وهي التي بدأت منها الثورة قبل أن تنتقل إلى الخرطوم. إكمال هياكل الحكم المحلي هي خطوة مفصلية في تحقيق أهداف الثورة، وكذلك إكمال هياكل الحكومة الانتقالية والتي لا تزال في انتظار تكوين المجلس التشريعي. إن الاستقرار السياسي لا يمكن تحقيقه إلا باحترام المواثيق والقوانين والعهود التي أسست لتكوين هذه الحكومة وبدء الفترة الانتقالية. وفي هذا السياق تأتي ضرورة التنفيذ الكامل للوثيقة الدستورية بدون أي تجاهل لأي جزء منها، وتطويرها وفقا للحاجة من خلال توافق وطني وعبر الآليات المنصوص عليها وفي مقدمتها التشريعي، يقع على عاتق قوى إعلان الحرية والتغيير والمكون العسكري في المجلس السيادي عبء وواجب الإسراع في التوصل لاتفاق لتكوين المجلس التشريعي كما نصت عليه الوثيقة الدستورية. إنني أحث طرفي الوثيقة على إنجاز هذه المهمة المعطلة بأسرع ما يمكن. إن مشاركة النساء في مواقع صناعة القرار السياسي والاجتماعي لا يزال دون الطموح، وهو حق لنساء السودان في ظل مشاركة الاجتماعية والسياسية الفاعلة والمميزة على مدار التاريخ السوداني، وهو ما برهنت عليه أدوارهن المحورية في قيادة ثورة ديسمبر المجيدة. يجب الالتزام بالنسبة التي وضعتها الوثيقة الدستورية لمشاركة النساء في المجلس التشريعي، كما يجب على القوى السياسية والاجتماعية مراعاة المشاركة العادلة والمستحقة للنساء في هياكلها المختلفة. شعبنا الصامد الصابر المنتصر، إن طريق المستقبل ليس مفروشا بالورود، بل هو درب متعرج وصعب ومليء بالتحديات. ولعل أبرز وأخطر هذه التحديات التي تواجهنا في درب الانتقال هي تحديات العلاقة بين المدنيين والعسكريين. ومما لا يغيب عليكم إن المرحلة الانتقالية قد تأسست على شراكة بين المكون المدني الذي غاد الثورة والمكون العسكري الذي انحاز إليها في لحظاتها الحاسمة، وهو نموذج قد لا يعتبره البعض النموذج الأفضل، ولكنه يبقى النموذج الواقعي الذي توافقت عليه قوى الثورة لإنهاء حالة الجمود في الوضع السياسي وفتح الباب أمام الانتقال وبدء المرحلة التأسيسية للدولة السودانية الجديدة. هذا النموذج السوداني الفريد محمل بتركة سنوات طويلة من عدم الثقة وعدم الاستقرار والانقلابات العسكرية وتاريخ العنف السياسي والحروب الأهلية، وهو ما يجب أن نواجهه ونتعامل معه بوضوح وبشفافية وحزم في إطار تقسيم الواجبات والمهام الواضحة والمنصوص عليها، لأن أحد الضمانات المهمة لنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة والمحافظة على هذه الشراكة وتطويرها باتجاه إيجابي في درب إعادة بناء الدولة السودانية. إن المؤسسة العسكرية والقوات النظامية هي واحدة من مكونات جهاز الدولة في السودان، ولها دورها المحترم والمقدر والذي يجب أن تلعبه، وهي حماية الوطن والحدود والنظام الدستوري، وليس الدفاع عن مقاعد نظام حكم انقلابي أو عن مصالح قادته كما كان يحدث في النظام السابق. ولهذا كان انحيازها عاملا حاسما في انتصار ثورة ديسمبر المجيدة، وقد أقرت الوثيقة الدستورية بوضوح على ضرورة إصلاح المؤسسة العسكرية من أجل استعادة دورها الوطني المنشود. روح التوافق والنظرة إلى المستقبل وإصلاح مشاكل الماضي التي وضعت هذا الواجب في الوثيقة الدستورية هي روح ينبغي أن نشجعها وأن نترجمها بالعمل معا على أرض الواقع. التحدي الثاني الذي يواجهنا هو في وضع قوى إعلان الحرية والتغيير، والتي تمثل الحاضنة السياسية التي جاءت بحكومة الثورة. منذ فترة وقوى الحرية والتغيير
تمر بحالة من التباين والاختلاف في داخلها، وأنتج ذلك حالة من الاستقطاب السياسي الحاد التي أدت إلى وضع تخندق وتمترس حزبي وتنظيمي في صراع نتج عنه ابتعاد القوى السياسية والنغابية والاجتماعية التي غادت الثورة عن بعضها البعض. وتنازت هذه القوة إن الوحدة كانت هي الراية التي انتصرت من خلفها الثورة، وإن الأهداف التي قامت من أجلها الثورة لا تزال تجمعنا معا، وهي ليست أهدافا في حدها الأدنى، بل هي متعلقة بوضع الركائز الأساسية لبناء المستقبل وتحقيق شعار حرية سلام وعدالة. إن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير هو أكبر تحالف سياسي واجتماعي في تاريخ السودان، وهذا مصدر قوة في وحدة صفوفه والتي كانت أهم المقومات التي انتصرت بها الثورة. ولكن في ذات الحين فإن هذا الاتساع والتعدد هو مصدر للتشظي والانقسامات، إذا لم نستطع أن نتوصل لآليات فاعلة ومنتجة لإدارة الاختلافات بمرونة ودون ما تعصب، وضعنا في ذلك مصلحة الوطن أمام عيوننا إن على الدوام. الاختلاف يمكن أن يكون إيجابيا ويمكننا الاستفادة منه بتنوع الآراء والتلاقح بينها، بدلا عن أن نحوله لأداة للتناحر تتجاهل الأهداف الرئيسية وتنحصر في الصراعات الصغيرة والهامشية ليضخمها ويحولها إلى ساحة حرب شعواء المنتصر فيها مهزوم ما دام الخاسر هو الوطن. من هنا أعلن عن استعداد الحكومة الكامل للانخراط في الدعم والمشاركة في المؤتمر التأسيسي لقوى إعلان الحرية والتغيير، والذي نتوقع منه أن يضم جميع المكونات بما في ذلك لجان المقاومة ليعالج الإشكالات والتباينات من أجل الانتقال لمرحلة جديدة في العمل المشترك من أجل مصلحة الوطن. رسالة مهمة كذلك متعلقة بالخلافات السياسية الحالية، وهي ضرورة إعادة الاحترام والتقدير للعاملين في مجال العمل العام والعمل السياسي والخدمة المدنية، وممارسة الاختلاف السياسي بأخلاق بعيدا عن الإساءات والشخصنة واغتيال الشخصية وتبادل الاتهامات وكل الممارسات السالبة التي لا تخدم الحوار الموضوعي. الناس في العمل العام خرجوا من أجل مصلحة الوطن على اختلاف آرائهم، هدفهم واحد وإن اختلفت إليه الطرق. كل السودانيين خرجوا في الثورة من أجل ذلك، ارتقى بعضهم شهيدا واستمر بعضهم في حمل الهم العام والعمل من أجل المصلحة الوطنية من مواقعهم المختلفة. هذا ما يجب أن نتذكره دائما في إطار اختلافاتنا السياسية، وأن نتذكر إن وفاءنا لدماء شهداء الحرية والسلام والعدالة هو أن نعمل معا على تحقيق أهداف الثورة الذي وهبوا أرواحهم من أجلها. تحدي آخر أمامنا هو كيف نحول هذه الطاغات الجبارة التي أسقطت واحدة من أعتى وأشرس الدكتاتوريات في تاريخنا إلى طاغة إيجابية تعمل في مهام البناء والتعمير. إن مرحلة النضال بالعمل الاحتجاجي قد نجحت في إسقاط النظام البائد، ولكننا مواجهون الآن بنوع آخر من النضال، وهو المشي في درب التنمية والتحول الديمقراطي. إنني أدعو الشباب لتفجير طاقاتهم الإبداعية الضخمة عبر مشاريع تنموية ومشاريع إنتاج تتولى الدولة رعايتها، لتساهم بشكل إيجابي في إعادة بناء السودان وتشكيله كما يستحقه شعبنا. وأنا كل ثقة من العقول التي أبدعت في تخطيط وتنفيذ ثورة ديسمبر المجيدة قادر على الإبداع الخلاق في رسم خارطة السودان الجديد. وهذا لا يعني التوقف عن الجهر بالرأي المخالف ولا النقد البناء، بل ممارسته بشكل يخدم أهداف الثورة. إنني أوجه رسالتي اليوم لشابات وشباب لجان المقاومة والذين يمثلون الحاضنة الشعبية لحكومة الثورة بضرورة التفكير الخلاق في مسار الثورة وكيفية استثمار طاقاتهم لمواجهة تحديات البناء والتعمير، والصبر على الاختلاف والحكمة في إدارة الحوار نحو الأهداف التي تجمعنا معا. شعبنا العظيم، لقد ظل غياب المشروع الوطني المتوافق عليه هو أحد النواقص الكبيرة في بناء الدولة السودانية الحديثة منذ الاستغلال. هنالك فرصة كبيرة
لا ينبغي أن نضيعها خلال هذه الفترة الانتقالية لإنتاج هذا المشروع الوطني، والذي يجب أن يقوم على ركيزتين أساسيتين: مشروع سياسي يحدد كيف يحكم السودان، ويترك خيار من يحكم السودان ليحدده السودانيون عبر صناديق الاقتراع وآليات الديمقراطية، ومشروع تنموي نهضوي يضمن تنمية متوازنة وعادلة في كافة أقاليم ومناطق البلاد. هذا المشروع الوطني يقوم على بناء مؤسسي ثابت في السودان لا يرتبط بأشخاص، بل يضع الأساس لنظام ديمقراطي تعددي يوحدنا ونحترم فيه اختلافاتنا، وهو هدفنا الذي سنظل نبحث عنه ونسعى لتطويره خلال الفترة الانتقالية، لأنه سبيلنا الوحيد للاستقرار والتنمية المستقلة والمستدامة. لقد طرحت مؤخرا كمدخل لهذا المشروع الوطني الأحزمة التنموية الخمس، التي تعتمد على التنوع والصراع الجغرافي البديع الذي يتمتع به السودان من أجل نقل الاهتمام التنموي وتوزيعه على أقاليم السودان المختلفة، بدلا من مناهج التناحر والتنازع على الموارد. هذه الأحزمة بامتداداتها الأفقية العابرة لمناهج التقسيم الإثني والمعتمد على التكامل التنموي قد تكون بصورة ناجعة، هي سبيلنا لإعادة بناء الوحدة الوطنية وتفجير طاغات الوطن الجبارة واكتشاف ثروات بلادنا واستثمارها بالشكل التكاملي الأمثل. جماهير شعبنا عبر تاريخنا الحديث خاض شعبنا عدد من الثورات من أجل التحرر الوطني وللانعتاق من إسارة القمع والظلم والطغيان. تكللت بالاستغلال الوطني في عام 1956، ثم تلتها ثورتي أكتوبر وأبريل من أجل استعادة الديمقراطية في السودان. إلا أن عدم نجاحنا في مواجهة صعوبات الانتقال وإدارة تبايناتنا واختلافاتنا أعاق تطور بلادنا وتحقيق النهضة والاستقرار فيها. بروح ثورة ديسمبر المجيدة، إنني أتعهد أمامكم اليوم بأنني وفاء لتضحيات شهداء وأبطال الثوار سأظل أسعى وأعمل من موقع مسؤوليتي هذه رئيسا للوزراء لكل السودانيين على تجاوز هذه المصاعب من أجل تنفيذ مهام الانتقال وتحقيق شعار حرية سلام وعدالة في أرض الواقع في السودان جديد يسعنا جميعا، والمضي قدما في طريق المستقبل والطريق يصنعه المشي. حفظ الله السودان وشعب السودان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.